كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، كتاب جيد. المؤمنون إذا يأخذون هذا الكتاب ويطالعون هذا الكتاب، يقول أنه كان هنالك والي في منطقة خراسان، طبعا خراسان القديمة غير خراسان الفعلية، خراسان الفعلية صغيرة نسبيا، بينما خراسان القديمة جدا كانت كبيرة، وأظن أنها كانت تحتوي مناطق حتى من أفغانستان وغيرها أيضا، فولاية عظيمة كانت. يقول في يوم من الأيام هذا الوالي، والي خراسان، يخرج إلى شيء، إلى غرض، ومعه القواد والوزراء والأمراء وما أشبه ذلك. يقول وهو يمشي في شوارع خراسان وإذا به يشاهد شخصا، شوي يتأمل في هذا الشخص فيتذكر أشياء، تجي في باله أشياء. الزمان مر ولكن الملامح نفس الملامح، هو هذا الشخص الذي له معه قضية. فقال لخادمه أخذ هذا الرجل وجيبه إلى البيت. فجاء هذا الشخص الخادم إلى ذاك الرجل وقال له إن الأمير عنده شغل وياك. رجع الأمير وسأل أين هذا الرجل، فأدخلوه عليه، فدخل عليه مدة المائدة وأخذوا يأكلون. وبعد الانتهاء قال الأمير لذلك الرجل: هل عندك دابة؟ عندك دابة، وسيلة السفر والتنقل في ذلك اليوم؟ قال لا. قال أعطوه دابة. ثم قال له: هل عندك دراهم للنفقة؟ قال لا. قال الأمير: أعطوه دراهم كذا مقدار. ثم قال له: هل عندك كذا؟ قال لا. قال أعطوه، وأخذ يعدد مجموعة من الأشياء، قال كلها أعطوها له. وبعد ذلك التفت إلى الموجودين وقال: هل تعلمون قضية هذا الرجل؟ قالوا لا. قال: أنا في أيام شبابي ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكانت عندي حاجة عند الإمام الرضا صلوات الله عليه لكي يكون شفيعا فيما بيني وبين الله تعالى، ورأيت هذا الرجل واقف. طبعا كل واحد يروح إلى مرقد من المراقد، يذهب إلى مرقد الإمام الرضا صلوات الله عليه أو إلى مرقد آخر، يختلف الحاجة. واحد يريد من الإمام الدنيا عند الله تعالى، واحد يريد من الإمام الآخر، واحد يريد من الله تعالى ببركة الإمام حاجة صغيرة، واحد يريد من الإمام حاجة كبيرة، تختلف الحاجات باختلاف النفسيات. طبعا ماكو مانع واحد يطلب من الله الحاجة الصغيرة، ولكن في الوقت الذي يطلب الإنسان الحاجة الصغيرة من الله يجب أن يطلب الحاجة الكبيرة من الله، يجب أن يطلب حسن العاقبة، يجب أن يطلب من الله أن يجعل ذريته إلى يوم القيامة من المؤمنين الموالين الطيبين الخادمين لشريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن يطلب من الله تعجيل الفرج لوليه، يجب أن يطلب من الله المقام والرضوان، وأن يجعله خادما لدينه. وأجر للناس على يدي الخير، أنه واحد يكون موفق في حياته، تكون حياته فيها بركة. فشفت هذا الرجل هناك وجاء يتوسل بالإمام الرضا صلوات الله عليه: كن شفيعا عند الله في شنو؟ أحتاج إلى داب، أنا أعطيت الداب. أحتاج إلى دراهم، أعطيته هذه الدراهم. أحتاج إلى جواليق، أعطيته هذه الجواليق. أعطيته كذا وكذا، كل ما طلب عند الإمام الرضا أنا أعطيته. استجابة الدعاء بعد مدة من الزمان، أحببت أن تكون استجابة دعائه على يدي، ولكن عندي معه قضية، شنو رأيكم في هذه القضية؟ قالوا: أيها الأمير، وما هي القضية؟ قال: هذا كان يطلب الداب والدراهم والجواليق وكذا وكذا، ولكن أنا كان عندي طلب آخر، كنت أطلب من الإمام الرضا صلوات الله عليه أن يكون شفيعا
إلى الله تعالى أن يعطيني ولاية خراسان. يقول هذا الرجل التفت إليه رجل شاب عليه أطمار رثة ثياب بالية يطلب ولاية خراسان. يقول فاستصغرني واستعظم طلبتي وركلني برجله عند الإمام الرضا. كيف يمكن أن تعطى لهذا الرجل الفقير الرث الثياب هذه الحاجة؟ فماذا تقولون في هذا؟ قالوا أيها الأمير أعف عنه وأكمل صنيعتك إليه بالعفو عنه. فقال عفوت عنه. واحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب الدنيا، كلا نمد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الله يعطيه لها. من أراد الدنيا الله سبحانه وتعالى يؤته منها. واحد يجي يطلب الدنيا، واحد يجي يطلب الآخرة، واحد يجي يطلب الذرية الصالحة، الله سبحانه وتعالى يمد كلا بما يطلبه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.